أطلق التحالف الوطني قافلة ستر وعافية في نسختها 30 بالقاهرة، والتي استهدفت أكثر من 20,000 مستفيد بقرية كفر العلو بحلوان، وبمشاركة كيانات ومؤسسات للتحالف الوطني. وشملت القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين، منها الخدمات الطبية التي تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وتحضير قوائم العمليات للحالة التي تستدعي ذلك. كما شملت القوافل تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية، وتضمنت القافلة أيضا حملات طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة. كما أقيم كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس ومعرض ملابس ومكتبة متنقلة والكثير من الأنشطة.